هذه الأيام يروج على أن فيلم سجين هو أخطر فيلم على وجه التاريخ، في حين أن البعض يقولون على أنه حرام وآخرون يقولون على أنه حلال والكل يتكلم عليه. الضجة الذي خلقها هذا الفيلم لم أشاهدها في حياتي، لا داعي لأن أقدم لكم الفيلم لأن معظم المغاربة شاهدوا الفيلم. في هذا الفيديو ومن بعد ما أنا شاهدت الفيلم وبطبيعة الحال أنتم أيضا شاهدتم الملخص الذي وضعته لكم على القناة، إن لم تشاهد الملخص سأضعه لكم في صندوق الوصف. في هذا الفيديو سيكون رأي وفي نفس الوقت دردشة معكم. فالمهم إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي مرحبا بك في قناة بعد، لا تنسى أن تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه، أيضا لا تنسى تفعل زر الجرس ليصلك الإشعارات الفيديوهات الجديدة. فالمهم يلا نبدأ. بسم الله. فيلم سجين اللي خلق ضجة هذه الأيام واللي كيحضروا منه بزاف ديال الناس، وأنا براسي حضرت منه في هذا الفيديو اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هذا الكلام الذي سأقول فهو مبني على كوني شاهدت الفيلم كاملا. هل هذه الضجة الذي خلقها هذا الفيلم يستحقها أو لا؟ نبدأ بالتعقيب الأول على الفيلم اللي تقدر تكون ما متافقش معي، وستكون متافق معي من اللي غادي تكون شاهدتي الأجزاء كاملين ديال الفيلم. فهنا إلا تفرجتي بالجزء التركي وقارنتيه مع الجزء الأندونيسي فراه 80% تم إعادة الفيلم بكوبي كولي، فقط قاموا بتغيير أسماء الشخصيات البطلة مثل إيرما وغالان اللذان كانا في الأصل في فيلم سجين التركي بأوزنور وقدرات، في حين أنهم غيروا أشياء اللي قليلة كالنهاية ديال الجزء التركي اللي غادي يكون فيها الوفاة ديال جميع ديال الأطراف. أما بخصوص الجزء الأندونيسي فما كانش الوفاة ديال صاحبة السحر والحبيب ديالها، وهذا يعني أن عشاق هذه السلسلة سجين لم يستمتعوا زيادة في هذا الجزء ولم يكتشفوا أشياء جديدة ورعب جديد. وما دام أننا ذكرنا الرعب نتكلم عن رعب هذا الفيلم، هو أن الرعب فيلم سجين بالمقارنة مع الضجة التي خلقها فهو لا يستحق، وإنما الذي خوف الناس كثيرا هو أنهم أدخلوا القرآن الكريم لأن هذه القضية لم تكن من قبل، وهذا السبب بالضبط الذي جعل من هذا الفيلم يتم الحظر دياله على العديد من الدول العربية المسلمة لأنهم أظهروا طريقة السحر الأسود والأشياء التي يستعملونها وقاموا بإدخال القرآن الكريم، وهذا ما أفاض الكأس لذا المسلمين، وهذا في الأصل وللأسف حقيقة. بخصوص الأشياء التي أعجبتني في الفيلم هو طريقة مونتاج الفيلم وأيضا الممثلين ومستحضرات التجميل التي كانت خرافية، وأيضا القصة كانت أسطورية التي وبحسب الفيلم فهي قصة حقيقية 100%، ولذلك قاموا بالترويج لها في جزئين من السلسلة. أما بخصوص هل هو حلال أم حرام فبصراحة لا أستطيع أن أجيبكم على هذا السؤال، يمكنكم طرح هذا السؤال على أهل العلم وهم الذين سيجيبونكم. الكثير من الناس يسألونني عن التأثير الذي وضعه في الفيلم بعدما شاهدته للأخير، فالتأثير الوحيد وبكل صراحة الذي وضعه في الفيلم وهو أنني عندما أقوم للصلاة وتقول تكبيرة الإحرام الله أكبر هنا يبدأ يدور في رأسي ذلك المشهد الذي عندما قالت نيسا الله أكبر ثم أعادها الجن بتلك الطريقة المرعبة. وهذه الأشياء تبقى في ذهني وأظنها أنها ستزول مع الوقت. في بعض الأسئلة يقولون لي هل هذا الفيلم إذا قمنا بمشاهدته هل سيلبسنا الجن؟ فالجواب ها هو أمامك، هل أنا لبسني جن؟ فبخلاصة إذا أردت مشاهدة الفيلم وكان لديك حس من الرعب أو أنتم تخافون من الأشياء المخيفة فمن الأفضل أن تبتعدوا ليس من سجين فقط بل من أفلام الرعب كافة، لأنهم سيصيبونكم بالوسوسة وتبدأون في تخيل أشياء ليست بالحقيقية. أما إذا كنتم تحبون الرعب ولديكم قلب صلب كما نقول وأنت تستمتع عندما تشاهد الأفلام الرعب فأنصحك بمشاهدته، لأن القصة التي في هذا
الفيلم هي قصة جميلة ورائعة جدا. الشيء الوحيد الذي يحيرني هو لماذا اختاروا كلمة سجين بالضبط، وعلى أي أساس قاموا بأخذ هذه الكلمة ووضعوها لاسم الفيلم. فالمهم إذا كان لك أي تفسير أو أي إجابة لا تنسى أن تشاركني في التعليقات. فالمهم إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي، مرحبا بك في قناة بعد، قناة ترفيهية. لا تنسى أن تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه. أيضا لا تنسى تفعل زر الجرس ليصلك الإشعارات الفيديوهات الجديدة. كان معكم أخوكم أشرف من قناة بعد، والسلام عليكم.